إذن البداية مع التصفيات الأمريكية الجنوبية لكأس العالم، حيث يلتقي منتخبا الأرجنتين والبرازيل في قمة نارية على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو فجر الأربعاء ضمن الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. فراس، مباراة كبيرة تجمع بين الأرجنتين والبرازيل هناك في الماراكانا، الجميع ينتظر هذه المباراة، فريقا يعني دائما هناك الندية والقوة والإثارة في هذه المباراة دائما. ما ننسى أنها برضو مباراة ثأر للمنتخب البرازيلي بعد فوز المنتخب الأرجنتيني بكوبا أمريكا في أرض البرازيل 2021 وحقق اللقب في نفس الملعب يعني. فأكيد البرازيل بيسعى أنه يحقق نتيجة، وإحنا بنشوف آخر فترات آخر السنوات هو البرازيل له الكعب الأعلى على الأرجنتين في المباريات المواجهات المباشرة، ولكن زي ما بنشوف إحنا في التصفيات الحالية أنه البرازيل بيمر بفترة متذبذبة شوي أستاذ أحمد. حتى آخر مبارتين خسارتين متتاليات، وآخر مباراة بالأخص مع كولومبيا خسر برضو لاعب مهم جدا له فينيسيوس جونيور في بالإصابة، ونيمار من قبله طبعا. فبمر المنتخب البرازيلي بحالة يرثى لها للأمانة، فهو يعني جاي راح يجي على المباراة بده يفوز، هو الفوز له أهم أصلا من الأرجنتين. الأرجنتين ممكن أنه جاي من فترة خسارة برضو مع الأرجواي، وهي الخسارة الأولى منذ تقريبا موسم كامل أو سنة كاملة، ولكن الأرجنتين بيظل أنه مرتاح نسبيا في النقاط 12 نقطة بصدارة التصفيات، والبرازيل هو اللي راح يجي على انه بده النقاط لانه هو بيقبع بالمركز احنا زي ما بنعرف خامس بسبع نقاط. نعم، هذا تقديم للمباراه. فراس، نتحدث الان عن الارجنتين بطله العالم، كما تحدث خسرت المباراه الماضيه امام الاوروغواي بهدفين دون رد على ارضها وبين جمهورها في البومبونيرا في معقل بوكا جونيورز. هذه المباراه لها طابع خاص عند سكالوني، يريد الفوز بها في اخر يعني تجمع للمنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم السابق. ألغيت المباراة بسبب الظروف الصحية، ويعني دار الإشكالية كثيرة على هذه المباراة. الآن يعود المنتخب الأرجنتيني إلى البرازيل، وواضع النصب عيني أن يعود إلى سكة الانتصارات من جديد ومن بوابة البرازيل. طبيعي، واحنا بنشوف احنا اذا احمد بنرجع لكامل مباريات الارجنتين من بعد كاس العالم، نهائي كاس العالم مع فرنسا، كان بيواجه اذا لاحظت ولا فريق كان يعني عليه خلينا نقول عليه العين القوي جدا. بالعكس، كان اول مواجهه له هو فريق الاراغواي تقريبا، وليس الاراغواي فقط، هو كان مدرب الاراغواي، ولكن احنا خلينا نحكي انه الامتحان الحقيقي للمنتخب الارجنتيني والاسكالوني بعد كاس العالم، هل هم يعني جايين برضو بدهم يكملوا على نفس المشوار، يكملوا بذات القوه بذات النهم اللي عندهم، هي مباراة البرازيل. المنتخب الأرجنتيني برجع وبحكي كفريق متوالف، كفريق كمدرب كله يعني كله راكب مع بعضه، المدرب قدر يجمع الفريق، يجمع الأحجة الناقصة كانت بالفريق أصلا من سنوات من 93 وما وصلنا لل 2021 تقريبا، وهم المنتخب الأرجنتيني بيسقط بفخ دائما اللي هو كل مرة شكل كل مرة إشي. فهاي الفكرة أنه المدرب سكالوني قدر يجمع النقطة هاي، فأعتقد أنا أنه المنتخب الأرجنتيني مهم له أنه يفوز في المباراة هاي، بحال أنه فاز فيها هو له أصلاً صدارة، وأعتقد يقطع شوط كبير كمان حتى أنه يرجع حاله بباقي التصفيات. نعم، الظروف مواتية للأرجنتين في رأس، نتحدث عن تشكيلة سكالوني، دائماً ما نشاهد الثبات في هذه التشكيلة، نجوم يلعبون في كبرى الأندية الأوروبية، وأيضاً على رأسهم ليونيل ميسي لوحده يعتبر ثقل في تشكيلة سكالوني. هاي فرصة أصلاً سكالوني للفوز على البرازيل في البرازيل، لأنه زي ما حكينا بداية التقديم أنه البرازيل بيمر بمرحلة تذبذب، عنده هفوات، المدرب مش متمكن من لسه من لاعبينه من الأمور هاي. فأعتقد أنه سكالوني يعني إذا ما قدر يفوز الفترة هاي خاصة على البرازيل، أعتقد ما راح يسحله هاي الفرصة الذهبية أنه يقدر ينتصر على البرازيل ويوسع الفارق في التصفيات بينهم. نعود إلى مباراة الأرجنتين والأوروغواي التي يعني أقيمت فيها الأسبوع الماضي. خسر الأرجنتين أولى مبارياته في السنة كاملة، نعرف أن آخر خسارة الأرجنتين قبل مباراة الأوروغواي هي مع السعودية في كأس العالم، مسافة طويلة سكالوني لم يخسر. لربما هذه الخسارة ممكن أن يعني تفيد الأرجنتينيين أكثر في مباراة البرازيل، كون أن الأرجنتين ممكن الآن هو فريق لا يخسر، ممكن تعطيك كثير من الثقة، لكن هذه الخسارة ممكن جاءت في وقتها لرجال سكالوني.
من الطبيعي انه المنتخب الارجنتيني يعني لازم كان يخسر اصلا في التوقيت هذا المناسب حتى يعدل بعض الاوضاع، حتى في كان برضو تجربه لبعض اللاعبين، برضو في لاعبين اعتقد يعني بلش انه مثلا ما يعتمد عليهم زي كاس العالم او ما قبل كاس العالم. المنتخب الارجنتيني بنرجع احمد برد بكرر الكلمه، لم ما واجه ما حدا واجه فريق يعني قوي جدا او فريق مثلا متمكن له ثقل كبير، ممكن الأراغواي أفضل فريق واجهه، ما باقي كله كان وديات احتفاليات، كان لسه عايش دور النشوة إنه هو فايز بكأس العالم وبيحتفل، حتى لو مباراة الأراغواي إذا لاحظنا أحمد إنه لساته بيحتفل في النقطة هاي. صحيح. فكانت إنه حتى الجمهور هو خسران كان بيحتفل في كل لمسة كذا، مبسوط على اللي صار معه. الحرمان أو اللي خلينا نقول مش الحرمان يعني بما معناها عشان ما يزعلوا منا جماهير الأرجنتين، خلينا نقول النحس اللي لازمه من 93 ولغاية 2021 كان بشكل كبير إنه له دور إنه يبقى الفريق عايش في هذه اللحظة. فأعتقد إذا الأرجنتين يعني بيحاول إنه هاي المباراتين هذول بالفعل هن أقوى المباراتين إله، حتى في التصفيات اللي لعبن الأربع مباريات اللي لعبن السابقات ما كانت بنفس القوة، كانت مع فرق يعني تعتبر الصف الثاني في أمريكا الجنوبية. أعتقد الأرجنتين ضربة موجعة إله، ولكن كانت بلسة قدر إنه يعني يحجم سكالوني ويورجيه نقاط ضعفه، وكمان انه ممكن يكون يعني زي ما بقولها تعلم من معلمه في المباراه هاي. واستاذ صراحه بيلسا وقدم يعني مباراه كبيره امام المنتخب الارجنتيني، استطاع ان يفوز بشباب بحيويه. طبعا منتخب الاوروغواي الان بعد ما فاز على البرازيل في تغيير جلد كامل، كان صحيح نعم غير جلده كامل، ما كان فريد صح يعني ما كانت نعم. صدفه المباراه استغنى صحيح. عن النجوم الخبره كافاني كجودين كل هؤلاء استغنى عنهم نعم. الان جيل جديد للمنتخب الاوروغواني، واعتقد ان هذا الجيل سوف ينجز في كان في بطوله كوبا امريكا القادمه او في تصفيات كاس العالم. بالنسبه للبرازيل فراس حاله يعني لا يرضي جماهير المنتخب البرازيلي، تعادل مع فنزويلا، خسارة أمام الأوروغواي وخسارة أمام كولومبيا، لا يتحمل أو لا يتحمل هذا المنتخب خسارة ثالثة على التوالي. طبيعي نزيف النقاط راح يكون له تبعات أخرى لبداية التصفيات، خاصة في توغل اللاعبين المشهورين أو القويين في الدوريات الكبرى، راح يصير عندك إصابات، راح يصير عندك جهد مبذول كثير، فأكيد راح يكون اللاعبين لقدام ما بيقدر يعطوك نفس العطاء اللي بداية الموسم. المنتخب البرازيلي إذا ما قدر حاليا ما بده يفوت بمعمعة التصفيات والتأهل وحسابات التأهل، إذا ممكن إنه يعني ممكن يلعب ملحق أو ما يلعبش. تعرف أنت أعتقد أن التصفيات سهلة، هي تصفيات سهلة يعني، ولكن من حظ البرازيل أن هذه السنة هي سبعة وفي ملحق أيضا سبعة منتخبات أعتقد البرازيل، ولكن هل راح يرضى هذا زي ما حكينا إحنا، راح يرضي الجمهور البرازيلي؟ لا طبعا أكيد أنه راح يكون الجمهور البرازيلي. شاهدنا بعد مباراة فنزويلا يعني عندما اعتدوا على نيمار نعم. وهو خارج من المباراة، هناك عدم رضا من الجماهير أكيد. البرازيلية أكيد أنت بتحكي عن ثلاث مباريات يعني مش سهلة، ومع فرق يعني في فريقين منهم لا يعتبروا مثلا الصف الأول، ما أنت ما خسرت مع الأرجنتين والأراغواي نعم. أنت خسرت بس مع كولومبيا مثلا وتعادلت مع فنزويلا، وخسرت هي مع الأراغواي، ممكن الأراغواي يعني زي ما بقولها تتمشى، ولكن أنت ما بتأدي أصلا كرة قدم يعني ممتازة أو والله مثلا مقبولة، ونقول إنه والله الفوز على الأرجنتين يعيد الثقة للمنتخب البرازيلي أكيد أكيد أكيد، أعتقد لحالها يعني بطولة عندهم صحيح. في طيب غيابات كثيرة في البرازيل، آخرها طبعا فينيسيوس جونيورز الذي سيغيب لشهرين ونصف، كيف سيتعامل المدرب المؤقت دينيس مع التشكيلة التي ستخوض هذه المباراة؟ أعتقد هجوميا ممكن في عنده أنه قادر يعني أنه يلعب فيها شوية، لأنه في موجود رودريجو، موجود ريتشاردسون، موجود بعض الأسماء يعني القادرة تغطي مكان فينيسيوس جونيور، ولكن ليس بنفس نجاعة فينيسيوس جونيور طبعا نعم. لأنه إحنا عارفين أنه فينيسيوس من أفضل الأجنحة الهجومية في العالم حاليا. أعتقد راح يكون لعبة المدرب في المناطق الوسط، خاصة أنه وسط الأرجنتين قوي جدا بتواجد صحيح. ديباول وأمامهم ميسي طبعا، ديباول ولوسوسيو وإنزو فرنانديز، فكل أسماء قوة الأرجنتين كانت في الوسط في شاهدناها في كأس العالم أو في المباريات الماضية. فأعتقد أنه الأرجنتين البرازيل قادر أنه يلعب على 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 المنطقة الوسط أكثر، هجوميا ممكن تيجي الحلول، لأنه برضو في عنده يعني أضعف خطوط الأرجنتين في منتخبه هو دفاعيا، فممكن يلعب عليها انه مهما كان المهاجم ممكن ياثر في دفاع الارجنتين. نحن شفنا اوتاميندي في اخر ايامه وعنده هفوات يعني كانت تغطيه قوه الوسط والاظهره، حتى الاظهره مش هالاظهره النخبه في العالم. طيب لكن الترشيحات تنصب لمنصحة المنتخب الارجنتيني بالثبات مستوى اخر فتره نعم. لان نتابع جدول ترتيب المنتخبات قبل بدء الجوله السادسه من تصفيات الامريكيه الجنوبيه لكاس العالم، طبعا الارجنتين
في المركز الأول ب 12 نقطة، أوروغواي ثانيا ب 10 نقاط، كولومبيا ثالثا ب 9 نقاط، فنزويلا ب 8 نقاط، البرازيل خامسا ب 7 نقاط، الإكوادور ب 5 نقاط، نفس رصيد باراغواي وتشيلي، بوليفيا في المركز قبل الأخير ب 3 نقاط، وأخيرا البيرو بنقطة واحدة.